السلام عليكم، مازل في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه. اليوم جبنا لكم صامو اللي طلبتوه منا بزاف لي كومونتير واللي شفتوه في اللايف قلتوا لنا ديروه لنا محتوى خاوتنا. اليوم رانا جبنا لكم لو صامو ايجيبسيان، كاين دو موديل خاوتنا باذن الله تعالى. اليوم نوري لكم هذا الموديل، والمره الجايه راح نوري لكم النوتر موديل. على بالي راح ينال بزاف اعجابكم خاوتنا. نبداو على بركه الله بالطرو بلاص. كما راكم تشوفوا هذا السكيلطاج راح تلقاوه ان بو بارتو في لو ديزاين تاع لو صالون تاعكم خاوتنا. نبداو بلابونكا تاع طرو بلاص كما قلنا لكم خاوتنا. لي بي اللي راح تلقاوها كذلك بالدوري بسكيلطاج هذا الرائع بزاف كما راكم تلاحظوا. راح تلقاو كذلك لابونكا تاع طرو بلاص مرون فورسيا بدو بي في الوسط كما راكم تلاحظوا، يعني حاجه ما شاء الله. لو سكيلطاج راح تلقاوه يبدا من لي بي خاوتنا. يعني نذكركم باللي هذا الخشب خشب ازان، يعني اومبوا اتر حاجه سوليد، حاجه ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا فلافينيسيون كذلك هذا التصميم، يعني لو سكيلطاج راح تلقاوه يبدا لكم من لاكودوار حتى للتاج، يعني من الفوق خاوتنا كما راكم تلاحظوا حاجه ما شاء الله. حبينا برك نذكركم باللي الهيكل الخارجي راهو مخدوم كامل اون بوا اتر حاجه الله يبارك، وهذا الصالون راهو مخدوم في الجزائر خاوتنا، يعني صناعه محليه ستيل مصري خاوتنا. يعني نتمنى يكون اعجابكم، على بالي بزاف ناس يحبوا هذا لو ستيل. سينو ننتقلوا ونزيدوا نشوفوا القاعده تاعو خاوتنا. القاعده اللي راهي بالديترونت قاعده جد مريحه خاوتنا، فيها هذا الكمخه اللي بزاف شابه اللي راح تكون اسورتي مع ظهر خاوتنا. يعني حتلقاو كذلك لهذا الكمخه من الجهه اليمنى والجهه اليسرى في الظهر تاع القاعده تاعكم كما راكم تشوفوا. التيسي اللي راهو بالانتطاش حاجه ما شاء الله، يعني اذا توسخ باللانجات برك ويتمسح في الوسط كما راكم تشوفوا هذاك التصميم وجوهره في الوسط، يعني حاجه الله يبارك خاوتنا. عاود نذكركم القاعده راهي جد مريحه مخدومه بالديترونت. اما بالنسبه لافينيسيون في الظهر كيما شفتوها، يعني سواء في التيسي ولا في سكولطاج تاع لي بي ولا التاج خاوتنا راح تشوفوها كذلك من لاريير خاوتنا في هذا التيسي اللي راهو حاجه ما شاء الله. يعني هذا لافينيسيون تاعو خاوتنا راهي 10 10 حاجه ما شاء الله. ننتقلوا نشوفوا الان بلاس تاعو خاوتنا. كما على بالكم باللي فيه 7 بلاس، يعني اون بونكا تاع 3 بلاس و 4 فوتاي تاع الان بلاس خاوتنا. لي بي اللي فيهم سكولطاج بزاف شباب كما راكم تلاحظوا. القاعده فيها نفس الكمخه تاع الورد اللي راهي بدي طرونت حاجه ما شاء الله. راح تلقاو نفس الكمخه في الظهر، وراح تلقاو لو سكولطاج اون بوا اتر في التاج تاع الفوتاي خاوتنا كذلك. يعني راهو تصميم متناسق جدا كما راكم تلاحظوا، لافينيسيون من القدام ومن لاريير خاوتنا، يعني حاجه ما شاء الله. هذا لو صالون ايجيبسيان. وثاني خاوتنا لو صالون ايجيبسيان راح تجي معاه طابل باز سبيسيالمون تاعو خاوتنا، يعني نفس لو ديزاين تاع لي بي كما راكم تشوفوا. سكولطاج بالدوري حاجه ما شاء الله، راهي برخامه من الفوق خاوتنا. نعمي هذيك راهي رخامه ماشي فومار، حاجه الله يبارك خاوتنا، مخدومه كامل اون بوا اتر كيما راكم تلاحظوا. لي سكولطاج اللي راح تشوفوه يتناسق مع لو صالون تاعكم خاوتنا. اما بالنسبه للسعر تاع لو صالون ايجيبسيان هذا خاوتنا راهو بسعر 19 مليون و800 مع النقل مجاني ل 58 ولايه. للحجز والاستفسار الارقام راهم اسفل الشاشه. شكرا على مشاهده الفيديو، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وبعد الكلام سلام.